ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على توقعات الاسبوع الاول لشهر اغسطس لعام 2020 لاصحاب برج السرطان. برج السرطان سبق واتكلمت وقلت ان اول 3 اسابيع بالنسبه لنا ايجابيين جدا، لكن الاسبوع الاول ملفت قوي، في تغيير واضح، عشان كده هيكون هو اكتر الاسبوع او اكتر اسبوع ايجابي بمعنى اصح، لانه هيكون في وضوح ما بين اخر يوليو والفتره اللي فاتت كلها والفتره اللي جايه، ويوضح كمان حاجات كتير، لانه في اكتر من بشرة وفي اكتر من شيء ايجابي هيخليك انك تبقى عندك امل، يبقى عندك ايجابية ان في شيء تاني جاي، في تكملة للخير. يعني ممكن يكون اسبوع، هو اسبوع في حاجتين، في مواضيع هتنتهي وفي مواضيع هتبتدي، وكلهم للإيجابية. بمعنى ايه الكلام ده؟ بمعنى ان ممكن يكون كان ليك ميراث، ليك فلوس، ليك حاجة عند حد هتحصل عليها اول اسبوع، هيكون عندك كان توهان شوية، فكرة ان انت كنت حاسس نفسك ضعيف مع الشريك، ضعيف مع بعض الاشخاص في العيلة، لا هيكون عندك القوة، فاذا هيعاملوك بمعاملة مختلفة، فاذا هنا موضوع انتهى، يعني المعاملة اتغيرت وفلوس او مال او حاجة انت يعني جات لك، انت خلاص بقت من ممتلكاتك، فعندك ده خلاص انت انتهيت من حاجة كانت ممكن تكون شغلة بالك، ولكن النهاية ايجابية. زائد كمان ان يكون عندك نتيجة ايجابية، نتيجة تحاليل، نتيجة امتحانات، نتيجة كورس معين، نتيجة ايا كان النتيجة ايه. الاسبوع الاول برضو هيكون في شيء تاني كبداية، يعني ممكن يكون بداية عاطفية، بداية رجوع للحبيب، بداية عملية، بداية مشروع، بداية ضربة حظ قوية، بداية انتقالة من مرحلة لمرحلة، فبرضو ده بداية والبداية ايجابية. البداية دي يعني موضوع ولسه هيكمل معنا الفترات اللي جاية، فده ببساطة شكل الاسبوع الاول لاصحاب برج السرطان. برج السرطان عندك الخلافات العاطفية كانت موجودة كتير قوي، نيجي نبدأ من اول شهر اغسطس اول اسبوع بالنسبة لنا، لا هيكون في حنية، هتحس كده ان الشريك ممكن يكون عايز ياكل بعقلك حلاوة، يعني لو يضحك عليك، ولكن هو بالفعل في تغيير خاصة مع بعض الابراج، يعني عندك في ابراج ممكن اقدر اقول لكم كانت قط وفار، يعني خلافات قوية جدا جدا، اللي هو تقول شمال يقول يمين، يمين شمال، لكن هنلاقي ان لا في حب، في تفاهم، في ايجابية، فهتحس في حاجة غريبة، يعني ايه ده، ماله، اتغير ليه، اتغيرت ليه، ولكن هتلاقي لان هم عندهم تغيير خاصة من الابراج الترابية برج العذراء، من الابراج المائية برج السرطان، الابراج الهوائية ممكن يكون الدلو والميزان، في مجموعة ابراج كده والحمل، ففي ابراج انت هتتغير معاهم لان هم عايزين يتغيروا معاك جدا. عامة النقطة التانية ان يكون عندك اهتمام بنفسك كتير من بداية اول شهر اغسطس او كمان من نهاية يوليو، انتوا عندكم لا انا عايز اتغير، عايز اكون افضل، عايز اهتم بنفسي، بجسمي، ببشرتي، بشعري، بشكلي، بمظهري، بتعاملي مع الاخرين، فهيكون عندك فكر جديد وتغيير واضح على شخصيتك جدا وعلى شكلك جدا، فكل الحاجات دي بتسير الجنس الاخر وبتسير الشريك جدا، فبالتالي الشريك بيشوفك ايه الحلاوة دي فعايز يقرب اكتر، فده هيكون شيء حلو، يعني ده هيكون ايجابي جدا ليكم، ده هيحسن العلاقات، تغيير شكلكم ومظهركم والتعامل وكل الحاجات دي هيغير هيغير الطريقة. كمان في حاجة تانية انك هتغير طريقة اللي هو طيب حاضر، لا هتبدأ تقول لا، هتبدأ تقول بمزاجي، هتبدأ ان انت ما تردش، هتبدأ تتجاهل، هتبدأ يبقى ليك شخصية انك مش يعني في الاول كنت عايز ترضي الشريك بأي طريقة، فدلوقتي انت خلاص انت مليت من حتة ان انت ترضي الشريك، وخاصة الشريك اللي هو عنيد معاك، فبالتالي انت بتتغير، فالشريك يحس ان انت اتغيرت، يخاف من تغييرك، فيبدأ هو يقرب. ده برضو مع مجموعة من الابراج، انا الوضع العاطفي عند برج السرطان كده محتاج يتفصص، هتكلم عليه قريب. عامة فبرج السرطان في الوضع كده العاطفي بشكل عام بالنسبة للمرتبطين في تحسين في الأحوال العاطفية في الأسبوع الأول هتكون واضحة جدا جدا جدا، ليها تأثير قوي على الأسابيع اللي جاية. وفي حاجة تانية، ممكن كان في خلاف والشريك كان معترض أو شايف أني أنا مغلطتش، مش أنا اللي غلط، أنت اللي غلط، أنت اللي غلط، هيكون لا الشريك بيعترف أنه هو اللي غلط، وتحس كده اللي هو أنت إيه اللي حصل غير كلامك، ولكن بالنسبة لك هيكون يعني في استغراب، بس انت هتحب جدا ده.
عامة بالنسبة للناس اللي هم مش مرتبطين، لا في اعجاب وفي ارتباط وفي فرصة كبيرة جدا جدا للحب والرومانسية والاجواء العاطفية انها تشعلل عند برج السرطان. برج السرطان الوضع العاطفي حلو جدا، احنا بدأنا بالوضع العاطفي على فكرة. عامة الوضع العاطفي عندك هيكون حلو جدا، ممتاز جدا، بدايات مشرقة كتير، بدايات رائعة جدا، بس نخلي بالنا من الحقد. الحقد لان ممكن يكون اقرب حد ممكن يكون بيحقد عليك، بيحقد عليك عشان انت مع حد انت كويس، حد كويس جدا، واحده اموره قوي، واحده حلوه جدا، واحد مش عارفه ايه مركزهم ايه، عارفين انتوا الحاجات دي. فاحنا نخلي بالنا لان برج السرطان عندك عين يعني كبيره جدا جدا، لازم نخلي بالنا لان هي عين مش سهله بالمره. فده مهم كمان على فكرة. العين او الحقد اللي حواليك مش على العاطفة وبس، لا ده انت عندك كمان على الامور المهنية والامور الاجتماعية والفلوس اللي جاية لك. على فكرة من اكتر الحاجات اللي هتحصل في الاسبوع الاول ان انت تحصل على ميراث، هتحصل على حقك، هيرجع لك حق، لكن الاخرين رافضين ان الحق ده يجي لك. بصين لك في حقك جدا، هيكون عندهم اعتراض قوي، هيكون عندهم مشاكل او خلافات عايزين يعملوها معاك، عايزين يوقعوك في الغلط، عايزين يوقعوك في مشاكل، يخلوا سمعتك مش حلوة. كل الحاجات دي نخلي بالنا منها تماما. برج السرطان انت عندك فترة ممكن تكون في الاسبوع الاول هتعاني منها نفسيا، لكن انك تقدر ترد، لا هتقدر ترد جدا، هتقدر يبقى عندك قوة وتواجه وتهاجم كمان، بس انت عندك حساسية شوية، يعني هيتأثر مشاعرك شوية، احساسك هيتأثر جدا، بس خارجيا انت قوي، يعني انت بالمظهر الخارجي وطريقة كلامك وتعاملك معهم هتكون قوي جدا. عامة بس انا يهمني الداخلي بتاعك، لان الداخلي الاحساس مشاعرك قلبك نفسيتك ده ممكن يأثر كتير على صحتك الجسدية. وعلى فكرة احنا عندنا الاسبوع رائع واسابيع الثلاثة ممتعين جدا، بس في نفس الوقت احنا لو اتأثر نفسيتنا لان برج حساس جدا، اتأثرنا، تعبنا، حصل مشاكل، يبقى احنا كده في ايجابيات وحاجات كتير كويسة مش هناخد بالنا، او هيحصل تعطيل او هيحصل تأجيل، فنخلي بالنا كتير قوي. انا هتكلم على فيديو نصايح قريب لبرج السرطان برضو. عامة برج السرطان كمان من الاشياء اللي هتكون موجودة، تعالوا اتكلم مهنيا، من ناحية المهنية عندك موضوع كنت مأجله او موضوع انت حاسس ان انت كنت معرفتش توصل فيه الحاجة، هتقاوح وتحاول مرة تاني. ممكن يكون عندك لحظات هبوط لكن عندك لحظات الصعود اكتر، فهيبقى عندك او فيها قوة، يعني هتطلع هتقفز مرة واحدة، وده انا بشوفه من الايجابيات اللي هتكون موجودة في الاسبوع الاول. برضو هيكون عندنا بعض الاشخاص اللي هم حاقدين، اللي هم مش عايزينك توصل، خايفين ان انت لما توصل تتعالى عليهم، لا ده هيكون موجود، بس انت لازم تكون محضر نفسك ليه بشكل قوي، وفي نفس الوقت انت هتقدر تتعامل لان هيكون عندك قوة وعندك طاقة، ده يخليك ان انت قادر على النجاح وقادر على المواجهة والتحدي اللي يقف قدام نجاحك، اللي يقف قدام الشيء اللي انت محتاجه او انت عايزه. ده من الناحية العملية، اتكلمنا عن الناحية العملية والمادية يعتبر والعاطفية. هيكون عندك بعض الاجتماعات او اللقاءات القوية في الاسبوع الاول. الاسبوع الاول بالنسبة لك هو بالفعل فيه لقاءات، بس في حاجة ان هيكون عندك في اول اسبوع بعض الاشخاص اللي ممكن يكونوا عايزين بيتنمروا عليك بطريقة غير مباشرة، او بيتكلموا عليك بطريقة سلبية، اللي هو من الاخر ممكن يكون في تشويه للسمعة بجميع اشكالها، يعني بالاشكال المختلفة بتاعتها، فده هيخليك انك تتغاظ في موضوع هيغيظك. لكن يعني احنا اتكلمنا، انا بتكلم على الحاجات اللي نخلي بالنا منها، وفي نفس الوقت هيكون من الاشياء الايجابيه في الوضع الاجتماعي ان هيكون من ضمن اللقاءات دي في حب، في رومانسيه، في موضوع زواج، في موضوع ارتباط يخصك، يخص حد من المقربين منك، شيء هتسعد ليه جدا جدا، فده هيكون شيء ايجابي. هيكون عندك كمان على فكره من الحاجات الايجابيه برضو اللي موجوده، ان هيكون عندك ان في شخص ظلمك الفترة اللي فاتت، شخص جاء عليك، شخص تحداك، شخص ممكن يكون كان جاحد معاك او قاسي، لا هتبدأ انك انت تتعالى عليه مش بقوتك، هيكون في شيء تاني هيقدر ياخد حقك، يعني من الاخر مش حتة ان برج السرطان يشمت، لا انت هتحس ان في تعويض، ان حقك جالك قدام عينيك، ده هيخليك ان انت مطمئن، هيخليك ان انت نفسيتك تكون عزيز عليك اكتر، وان انت تعلى بكرامتك اكتر.
عامة برج السرطان هيكون عندك، انا شايفة ان فيكي حاجات كتيرة ايجابية، في حاجات هنخلي بالنا منها ولكن انت هتقدر تتفداها، وهيكون عندك اشخاص قويين يسندوك، يعني انت معاك ناس قريبين منك، ناس انت معتمد عليهم، مش خايف من انت تواجه لان انت عندك ظهر او عندك سند، ده موجود كتير. زائد كمان ان برج السرطان يمكن انت قبل ما تدخل الشهر كان عندك خوف وعندك قلق وعندك حيرة وعندك حاجة انت كنت رافضها جدا، جيت مع بداية الشهر حسيت ان الوضع متماشي عادي، الدنيا بقت احسن بقت افضل، لا موضوع الخوف والحيرة لا، واحنا كنا خايفين ومحتارين ليه، نسيت انت كنت محتار ليه اساسا، او ان انت بتتناسى لان الدنيا لقيتها عادي جدا ايجابية فيها، الوضع حلو يعني. فشايفه ان هيكون اسبوع هادي، اسبوع على قد ما فيه ايجابيات قويه في بعض الحاجات اللي انت هتقدر تواجهها بقوتك، فانا شايفه ان هو اسبوع متميز كتير جدا جدا. خلينا نكون مستعدين، خلينا نكون ايجابيين متفائلين، تفائلوا بالخير تجدوه، في نفس الوقت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناه وتفعيل الجرس. سلام.